صديقي الطالب، المدرسة بيتك الثاني، فحافظ عليها. مرحبا يا أولاد. مرحبا بك يا أستاذ كرابيكات. ألا تفهم كلامي يا هذا؟ قلت لك ألف مرة كف عن إزعاجي أيها الضخم. توقف عن الشجار وإلا أمرت بمعاقبتكما. أستاذ كرابي، هل تحتاج إلى مساعدتي؟ لا شكراً، لا عليك يا سيد كانتري، كل شيء تحت السيطرة. والآن أخبراني، ما سبب كل هذا الصراخ والشجار؟ اليوكاي مصارع هو سبب المشكلة، يدوس على قدمي كلما مر من أمامي. قلت له إن فعلته تسبب الألم لكنه لا يكترث. اسمع يا شنكال، مصارع لا يقصد ذلك بلا شك. أشياءك هذه تحدث في المدرسة كل يوم، وعلينا أن نتسامح حتى لا تقع المشكلات. قدمي! يا إلهي! ألم أقل لكم إن المدرسة للتربية أولاً؟ عد إلى هنا أيها الضخم! وكما كنت أقول، ضبط النفس ضروري. قرأت كل رسائلك يا صديقي العزيز، فهمت من كلامك أمرا مهما. ليس كل الطلاب نسخة واحدة، هناك اختلافات كثيرة بين طالب وآخر. يجب أن تجد طرائق مختلفة لمعاملة كل واحد على حدة. شكراً على هذه النصيحة. مضحك جداً. كف عن الكلام، أنت تسيء إلى الصف كله أيها الشنكال. اسمع الكلام يا هذا، اجلس كبقية زملائك. لكنني أشعر بالراحة هكذا. لماذا يا معلم؟ لم أزعج أحداً. القوانين أنت لا تحترمها. يا إلهي، الأستاذ كرابي غاضب. ما رأيك في تحدي خارج المدرسة؟ سأعاقبك بشدة يا شنكال. لم تأتي المشكلة الأكبر بعد. سأعلمك كيف تحترم قانون المدرسة. فلتة! هذا ما كنت أخشى حدوثه. حان الوقت لظهوري. تعال معي، ما كان ينقصنا سوى ظهورك. نعلم أن حكاياتنا من نسج الخيال، لكن فيها شيئاً من الفائدة. أشكال طاقة العواطف التي تعترينا غير مرئية، ووحدها ساعة اليوكاي قادرة على مساعدة بطلنا على تعرفها. تلك الأشكال منتشرة في كل مكان، منها ما هو مفيد لنا ومنها ما يجعل تصرفاتنا غريبة. دعونا الآن نتعرف تجربة جديدة. اليوكاي في كل مكان حول بعضكم، لكنهم كظلال، ترام العمل إن همكم حال، لا تجزعوا بل راقبوا الفعال. فاليوكاي خلف بعض التفسيرات وهم ظل سراب تنفون وجودهم، لكن لي صديقا يوما وجد أداة ساعة لتكشفهم. لديه يوكاي، يوكاي سيربط دجاجا من أتباع، لا تخاف طاقتها لها أصناف، ويقودها باحتراف تخشاه جميع الأطراف، ذاك لأن لديه اليوكاي. يوكاي، يوكاي واتش، يوكاي، يوكاي واتش، طاقتها لها أصناف ويقودها باحتراف تخشاه جميع الأطراف، ذاك لأن لديه اليوكاي واتش. يا
جو اليوم بارد جدا، بدأت أشعر الآن بألم في حلقي. لقد عدت. أشعر بأنني لست بخير اليوم وعلي أن أرتاح. أخضر وعليك عشواك؟ هل أنت تائه يا هذا؟ هل أنت جبانياً؟ هذا الزي لا يناسبك. كف عن هذا المزاح يا زين، أنا متعب جداً ويجب أن أرتاح. ألقي نظرة في المرآة. ما كل هذه الأشواك؟ ولماذا صار لوني قبيحاً هكذا؟ ما الذي أصاب رأسي؟ هاي ويسبر، ما رأيك فيما تراه؟ معلوماتي تقول إنه جبانيان وقد أصابه الرشاح. يتبدل الاسم إلى شائك، وعندما يعطس يطلق الأشواك. هذه أعراض تأثره بالبرد. مسكين، وهل سأبقى هكذا؟ اطمئن، فأغلب الظن أنك ستعود إلى شكلك عندما تشفى من الرشاح. لماذا تحدق في وجهي هكذا؟ أرى شوكة في جبينك. لا تخف، فمن السهل إزالتها. عطسة كاذبة. هاي، كنت تؤذيني. أما كان عليك أن تدفعني بعيداً بدل أن تحولني إلى درع تحميك؟ أجل، ربما. السؤال الأهم الآن، ماذا ستفعل مع هذا المدمر؟ أجب عن سؤالي أولاً. كان تصرفي عفوياً يا ويسبر. الثلج نستعمله لخفض الحرارة. أجل، الحل الأفضل. هيا يا شائك، يجب أن تفتح فمك قدر الممكن. هل سيأكلها؟ هذا علاج يقال. ستنخفض حرارته بسرعة، ولكنه سيصاب بالصداع. ألا تشعر بالألم؟ لا بأس، وخزة خفيفة. يبدو لي أن الثلج لن يحل المشكلة. عندي حل آخر. الفيتامين سي كفيل بتقوية جهاز المناعة لدى هذا اليوكاي. وأمي تقول ذلك. هل أنت مستعد؟ هكذا ستشفى بسرعة. ليمون في أنفه؟ الجيوب الأنفية لديه تحتاج إلى التنظيف. رائع. ليس ثانية. عنكش، أنت بخير؟ لا، لست بخير. شكراً على المساعدة. حتى أفضل الخطط لدي لم تنفع. اسمعني جيداً زين. نحن في حاجة إلى مساعدتنا الزوق. ولماذا؟ هيا بسرعة. طيب. هيا تعال يا صديقي. اليوكاي نزوق. ساعد اليوكاي، حان الوقت لتقوم بعملك. أنادي الشجاعة. نادي تراني بين يدي، أقوى الشجعان لدي. نزوق، ارفع حرارته فهو يشعر بالبرد. يجب أن يبقى اليوكاي دافئاً في هذه الحالة. يبقى دافئاً؟ إنه لا يحترم. هذا حار. ثالث مرة. أشعر بالبرد. إلهي، ازدادت المشكلة سوءاً. ما الذي نستطيع فعله الآن يا ويسبر؟ يبدو أن شائق قد أصابهما بالعدوى. الأمر معروف، الرشاح عندنا ينتشر بسرعة وقد يتحول.
إلى وباء. سؤال إن سمحت، لما لم تصب بالرشاح حتى الآن؟ زعيم اليوكاي مختلف عن بقية أتباعه لأن مناعته قوية جداً. وهل نسيت أنك مريضت قبل أيام؟ أنت سبب المشكلة ونحن لم نطلب رأيك. انتبه يا زين. ويسبر، أتظنني منصة قفز؟ أرجو المعذرة، هل تألمت؟ قليلاً. هل غلفتها لي؟ بلا ريب. لدى رامي قصص كثيرة واليوم ستزداد واحدة. صحيح. إذن فالقصة لصديقكما؟ أجل، دعانا بمناسبة تفوقه. أرجو أن تنال إعجابه. أحب هذا النوع من الولائم الرائعة، طعام وزينة وحلوى وكثير من الشوكولا. هيا بنا. سعداء 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 سعداء. أنتما لستما مدعوان. عزيزي رامي، هذه الدراجة هديتنا إليك ونرجو لك السعادة. حسناً، لا بأس. ها؟ لقد وصلنا. وأخيراً. منزل رامي فخم جداً. يبدو أنه من أسرة ثرية. رامي، هل أنت وحدك في المنزل؟ أجل، فوالدي في العمل الآن كالعادة. لحظة واحدة، زرناك كثيراً ودائماً تكون وحيداً. صحيح. هذا صعب. نحتاج إلى شخص كبير معنا، من سيقوم بتقديم الطعام والشراب وتلبية احتياجاتنا. أكسر الصحون كلما قمت بذلك. على حسابك. شكراً للمجاملة. أنت مضحك. هدية لك، نرجو أن تنال إعجابك. شكراً لكما. رائع، إنها القصة المفضلة عندي، جزء جديد منها. الكعكة في انتظارنا. مستعدان. كعكة ضخمة، أستطيع أكلها. تبدو شهية جداً ولذيذة جداً جداً. فلنبدأ، لا أستطيع الانتظار أكثر. أنا أكلها بأيدينا؟ سنستعمل الشوكة، لكن ما رأيك في أن نقسمها قطعاً كبيرة؟ لم أجرب أسلوبك من قبل، لكنه يبدو رائعاً. هيا بنا. ومن سيبدأ أولاً؟ ستفسد الكعكة. فكرة سيئة، فلنستعمل الأسلوب التقليدي. صدقني يا زين، طريقتي أفضل. ما رأيك يا رامي؟ أنا لا يهمني. ماذا؟ لكن هذه الكعكة تخصك، ألا تريد أن تبقى جميلة الشكل؟ قلت لا يهمني. لم نفهم بعد، أي أسلوب نتبع، الجديد أم التقليدي؟ أنا لا يهمني. ليس كعادته. هل تلك الدراجة لك؟ رامي، أتسمح لي بتجريبها؟ لا يهمني. لا يهمني، لا يهمني. غريب، ما هكذا يتصرف رامي؟ أظن أن هناك يوكاي. أنا لا أظن ذلك، كل ما في الأمر أن رامي مرتبك قليلاً لأنهما من أحد يساعده على خدمة أصدقائه. ها هو ذا. أصبت يا زين. ماذا؟ إذن أنا المخطئ. من يكون هذا؟ ابحث عنه. لا حاجة إلى أن أجري عملية بحث، كل المعلومات التي تخص هذا اليوكاي مخزنة هنا في رأسي، ولكن أمهلني بعض الوقت. استعن بحاسوبك إن أردت. لا، هذا اليوكاي اسمه حبوب. وهو يختزن طاقة البلادة ويجعل الناس توافق على أي اقتراح مهما كان، وهدفه الأشخاص الذين يحاولون إخفاء حزنهم حتى لا يظهروا بمظهر الضعفاء أمام الآخرين. كلامك يعني أن أمراً ما يحزن رامي. أتعلم؟ نحن في حاجة إلى كوماسان، إنه يشبه رامي في هذه اللحظة. هيا تعال يا صديقي، اليوكاي كوماسان. ساعة اليوكاي، حان الوقت لتقومي بعملك. أنادي المحببون قادمون، أدندن تحت تدم المحببون. كوماسان.
مرحبا يا أصدقائي. كوما-سان، نحتاج إلى مساعدتك. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. ما بك يا زين؟ هذا اليوكاي مهذب وهو لا يزعج أحدا. حبوب، لماذا تصر على البقاء قريبا من رامي؟ سأخبركم بكل شيء. هو الذي دفعني إلى زيارة منزله من غير أن يقصد. عدنا يا بني. رامي. مرحبا بكما. يبدو عليكما التعب كثيرا. لا بأس يا بني. هل دعوت أصدقائك ليأتوا إلى هنا غدا؟ أجل. يؤسفني أننا لن نكون معكم غدا بسبب ظروف عملنا. لكننا اشترينا لك هدية ستحبها. لا يهمني، أقصد أنني لست حزينا. أرجو لكما التوفيق في العمل. في قلب كل إنسان عدد من الأبواب يحاول أن يخفي خلفها ما يراوده من شعور. أردت إلقاء نظرة. هذا رائع. أنت الأفضل يا رامي. شكرا لكما. اطلعت على كل ما يشعر به. لقد استمتعت كثيرا وأنا أتعرف هذا الفتى الرائع. أجل صحيح. أتعلمون؟ إنه يذكرني بأخي كوماجيرو. لطالما دعاني أخي الوحيد كوماجيرو إلى مشاركته في تناول المثلجات. كنت أمضي وقتاً طويلاً في الطريق حتى أصل إليه، فأنا أعمل في مدينة بعيدة. لم أكن أهتم بتعب السفر. المثلجات لم تكن هدفاً لي. المهم أن أشعر بالسعادة وأنا قريب من أخي. هناك أمر يجب أن أحدثكم عنه. أحد الأبواب في قلب رامي لم أستطع معرفة ماذا خلفه. ما السبب في ذلك؟ لا أعلم. بذلت كل جهدي لأفتح الباب ولكنني أخفقت في ذلك. أما من حل آخر؟ الآن سأكرر المحاولة ثانية. ساعدوني. رامي هيا أخبرنا بما تخفيه. هيا أرجوك يا رامي. لا أستطيع. ابتعد عني، والداي مشغولان جدا. أنا لا أريد أن أكون أنانيا، لن ألومهما. أقدر أنهما يتعبان ليؤمنا لي حياة كريمة، لذا لا أريد مساعدة أحد. رامي، ما من مشكلة ليس لها حل. أعلم أنك تحاول إخفاء حزنك. أطلب إليهما أن يكونا معك الآن. أفسحوا الطريق بسرعة. هيا ابتعدوا. لا أصبر، لا تفعل. قلت ابتعدوا. لا الباب. ما الأمر؟ إلى أين تذهب؟ انتظر. توقف. مرحبا. أهلا رامي. نحن مشغولان جدا الآن، نراك عندما نعود. لحظة يا أمي. ماذا؟ ما الأمر؟ أهناك أي مشكلة؟ اشتقت إليكما، تمنيت أن تكونا بجانبي في هذه اللحظة. تعلمان جيداً أن سعادتي لا تكتمل إن كنتما بعيدان عني. أريد منكما أن تعودا في أقرب وقت. رامي، سنأتي الآن. نحن أيضاً اشتقنا إليك يا بني. رائع. كلنا توقعنا ذلك يا شباب. كان رامي يحاول إخفاء شعوره بالحزن خلف ذلك الباب. أها.
رامي، ندعو لك بالسعادة الدائمة. أمي، أبي، شكراً، أنا أحبكما. أصدقاء سبيستون الأعزاء، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك لمشاهدة كل جديد، وشاهدوا أيضاً المقاطع التالية.